الحارثي نعم يقول لك خبز خبزتيه اكلي وحدش ها توتي شكلي انا اللي باكله وحدي شيء طبخي سبايسي ابغى عمتي سبايسي تعطي اقول من حفره حفره تنفع فيها خير الله هو ذا المثل ويقول يقول خبز خبزتيه اكلي وحدش وتاكلي وحدش انا شكلي باكله وحدي انا ما اعرف هذا خبز ولا قوله مسوي احنا معنا قوله انت لك بالنتيجه مالك بال يعني اقول لك ايوب ايوب مرقه لا 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 مو ما 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 تسوي لنا كمان شيء شيء شوفها اقلبها اي نعم ايوه ما حد ساعدني ابدا أيوة. ما واضح واضح ما حد ساعدك اوكي باخذ عسل اي اوكي عسل بعد وذهني عمتي كلمه انجليزي قلنا لك كيف عسل ياكل عسل عليك ما شاء الله عليك خبز الخبز دي اكلي وحدش هذا هو المثل ايوه وطبق المثل وطبق المثل اللي يقول خبز خبزتي اكلي وحدي وحدي زين زين هذا صابون الكركم تسبح من هنا وتوصل الكويت بريحتك هناك ايوه تب وام تقول ما وابو الا اوكي وصنع مراملك اوكي وابو الا من عشان اي وقفي من عشيه لحم من عشيه لحم مره مخدر علامه استفهام تعقب عالتهم علموني مثل يقول طبخ طبختي اكلي وحدش لا خبز لا خبز اكلي وحدش هو خلوني خبز خلوني اخبز واكله وحدي واكله وحدي ايوه طبعا ما عرفنا هذه قوله خبزه ما عرفناها المهم مشى برج القرن وسوى لنا خلاف برج القرن هناك وعند الفخاريات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.